مساء الخير واهلا بحضراتكم على شاشه اكسترا نيوز، مستمرين معاكم على مدار الساعه لمتابعه كافه الاحداث محليا ودوليا. وطبعا هنتابع معاكم تطورات فيروس كورونا على راس الملفات والقضايا اللي شغاله والتي تشغل الراي العام سواء كان في مصر او غيرها من الدول لتداعيات الفيروس الخطيره على مختلف المجالات. علشان كده بفكر حضراتكم بضروره الالتزام بكافه الاجراءات الاحترازيه من التباعد الاجتماعي الى الحرص على النظافه وارتداء الكمامات بمجرد الخروج من المنزل، وطبعا مراعاة أداب العطس والسعال وقياس درجة الحرارة عند الضرورة خصوصا قبل دخول منشآت العمل. وطبعا لازم نتجنب قدر الإمكان مناطق الزحام ونتخذ كل الاحتياطات اللي أكدت عليها خطة وزارة الصحة للتعايش مع الفيروس. بالمناسبة معظم دول العالم بدأت أن تعود بالفعل للحياة تدريجيا، لأن اكتشاف لقاح مضاد للفيروس مازال قيد الدراسة والبحث العلمي في عدة عواصم. وطبعا لازم عجلة العمل والإنتاج تعود حتى لا تتفاقم الأزمة الاقتصادية وتكون المعاناة من الجوع أكبر من أزمة كورونا. خلوا بالكم، اتباع الإجراءات الوقائية لمكافحة الفيروس مهمة لتقليل أعداد المصابين وللسيطرة على الفيروس. صحيح وزارة الصحة النهاردة أكدت خروج 173 من المصابين بالفيروس من مستشفيات العزل والحجر الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 2799 حالة، وعدد الحالات اللي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم ال 2799 متعافي. لكن برضو عايزين نأكد أن عدد الإصابات بالفيروس في تصاعد، والنهاردة تم تسجيل 399 حالة جديدة، ده إلى جانب وفاة 21 حالة جديدة. وبالتالي لازم ان احنا طبعا نعرف يعني أهمية الحرص على ارتداء الكمامات خلال الفترة المقبلة، مع الحفاظ زي ما قلنا على التباعد الاجتماعي في إطار التعايش مع الفيروس لحد ما يتم اكتشاف اللقاح له. اسمحوا لنا ارحب عبر سكايب بضيفي الدكتور أمجد الحداد، رئيس مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح. مساء الخير دكتور واهلا بحضرتك. اهلا بيكي استاذ ريان، وكل سنه وانتم طيبين. اهلا بحضرتك وحياتك طيب. وقول لنا في البدايه، شايف ازاي تعليمات وزاره الصحه بضروره ارتداء الكمامه اثناء الخروج من المنزل خلال المرحله القادمه؟ هقول لحضرتك حاجه، هو طبعا زي ما احنا عارفين ان لحد دلوقتي ما فيش علاج لفيروس كورونا، حتى اللقاح ده طبي جدا، هل هيبقى ذو فعاليه ولا لا؟ ولو هو هيتم انتاجه هياخد على الاقل سنه عقبال ما يحصل انتاج ليه. السنة دي احنا لازم هنمر بمرحلة التعايش مع فيروس كورونا. طب عشان نتعايش معاه لازم نكون نتعايش معاه بطريقة طبية سليمة. الفيروس فيروس رذاذي، علشان خاطر ينتشر لازم تكون في رذاذ شخص مصاب أو ينتقل عن طريق الهواء لشخص بيكح أو شخص مصاب. أنا لو منعت هذا الشخص المصاب إن أنا منعت رذاذه أو منعت كحته عن طريق ارتدائه، وجميع المخالطين نفس الفكرة ارتدوا الكمامة. احنا زي ما عارفين إن في جزء كبير من المجتمع بيبقى حامل للمرض وهو لا يدري، يعني مش بقول لك ان هو عارف انه عنده كورونا وهو بينزل، لا، ممكن جزء كبير من الناس يكونوا بدون اعراض. صحيح. ودي قنابل موقوته في المجتمع، وممكن ينشر العدوى بسهوله جدا جدا بين الناس. فانا لو ازمت الناس انها ترتدي كمامات بما فيهم الشخص اللي حامل المرض وانا ما اعرفوش، فرص العدوى هتقل بنسبه كبيره جدا. ده بشرط ان الكل يرتدي كمامه، مش شخص واحد وسط تجمع. لو الاشخاص كلهم ارتدوا الكمامات فرص انتشار العدوى تكاد تكون صفر. لكن لو انا مثلا مرتدي الكمامه واللي حواليا مش لابسينها، انا باخد نفس فرصه نشر العدوى حتى لو انا مرتدي كمامه. وبالتالي يا دكتور الاجراء ده عايز تقول ان هو بيساهم في تقليل العدوى وكسر حلقه انتشار الفيروس بنسبه كبيره جدا جدا، وده هو العلاج حاليا. ما فيش علاج ان انا اكسر هذه الحلقه تماما عشان اقدر اعيش. انا لو كسرت الحلقه دي منعت الاكسس او الممر اللي هيمر منه العدوى عن طريق ارتداء كمامه ليا والحواليا، فرص نقل العدوى قليله جدا. وبالتالي الشخص اللي هو حامل للمرض هتمر عليه ال 14 يوم ويتعافى، وفتره دي هو لو مرتدي كمامه وهو اصلا ما يعرفش ان هو عنده الفيروس وعدى ال 14 يوم بدون نشر العدوى، هيموت الفيروس اكلينيكيا داخله وهو هيتعافى بدون نشر العدوى. ولكن لو هو مش مرتدي كمامه وبيتنقل من هنا لهنا، هينشر العدوى بطريقه بشعه جدا، واحنا مش هنقدر نسيطر على المخالطين ليه ولا نعرف هو بقى. لان احنا لما بيزيد الاعداد فكره الترصد وتتبع الحالات بتقل، ما بنقدرش نعرف مين مصدر الحاله، لان الحالات لما تزيد بكميات كبيره فرص انتشار المرض وسط الناس اللي هم بدون اعراض بيكون كتير جدا، ودول احنا ما بنعرفش نوصل لهم. عشان كده الحل ارتداء الكمامه،
حتى لو الشخص حامل هذا المرض وانا رتده الكمامه هو مش هينشر العدوى، لان لو كنا مرتدين الكمامه هو الاخر مرتدي الكمامه انتشار العدوى بنسبه كبيره بيكون صفر. طب هل في تجارب في الدول العربيه المختلفه، الدول الغربيه، بشان الكمامات واستخدامها والالتزام بيها كمان؟ ممكن تكلمنا عن التجارب دي يا دكتور؟ احنا لو قارنا وعي شعب واداء حكومه هنشوف النموذج الامثل الي النموذج الالماني. الشعب ملتزم جدا بتعليمات الدوله، الدوله ما بتفرضش عقوبات على المخالفين، لان الشعب نفسه مقتنع بالفكره، عامل تباعد اجتماعي، مرتدي كمامه. المانيا هي اكبر نسبه تعافي، نسب اصابات اقل حاليا، نسبه وفيات اقل، لان الناس مقتنعه باللي بتعمله، ان ده خلاص انا هتعايش مع هذا الفيروس، ارتداء الكمامه بقى شيء ضروري. اما مصر فاحنا فكره المراهنه على وعي الشعب في هذه المرحله بالذات انا شايف لا، لكن الدوله تتخذ الاجراءات دي بقوه. ارتداء الكمامه يجب ان يكون الزاميا، ممنوع دخول اي مصلحه حكوميه الا لما يكون فرد الشخص مرتدي كمامه، ممنوع دخول مركز تجاري او محل او محلات شراء الملابس في الفتره اللي جايه دي، مش هنستنى 1/6 اللي هي خطه التعايش. من الان يجب الدوله ان تلزم محلات الملابس بتاعت الاعياد ان هو ما يدخلهاش عميل الا لما يكون مرتدي كمامه. البنوك ابتدت تطبق الموضوع ده، بعض المحافظات وزي محافظه المنوفيه شرطه المحافظ منزل منشور على الملاكي اصحاب الميكروباص والعربيات النقل الجماعي ان هو بيلزم السواقين ان هو ما يحملش افراد الا ما يكون مرتدين كمامه. لو طبقنا ونفذنا الموضوع ده تحت طائله قانون ان هو المخالف سيعاقب، لان انا لو راهنت على وعي الشعب في مرحله خطيره بالنسبه لي في ظل تكدس المستشفيات هنفشل. يجب ان يكون وعي الشعب مع الزامه بذلك، ان يكون هناك قانون يلزم الناس بارتداء الكمامات الفتره اللي جايه. طب هل لو اتكلمنا بقى عن الكمامات دكتور امجد، هل في مواصفات شروط مفروض ان هي تكون متوفره في الكمامه قبل ارتدائها؟ ازاي نقدر نعرف ايه النوع الجيد اللي ممكن يحمينا ويحمي الاخرين بالفعل، او نوع اخر غير مؤثر؟ احنا عندنا انواع كتير من الكمامات، مثل الكمامه ال N95، ودي مش موفره الا للعاملين بالمجال الطبي بالذات في مستشفيات العزل، لان هي غاليه جدا، ودي مخصصه لشخص بيتعامل مع شخص مصاب وعارف ان هو مصاب وبعالجه. اما الكمامات الجراحيه فهي رخيصه ومش غاليه، وهي دي اللي بيبقى فيها فلتر، وهي دي المناسبه جميعا، ودي بتقي الفيروس بنسبه كبيره جدا، بالذات لو كل ارتداها، لو كل الناس ارتدتها نسب نقل العدوى من خلالها ضعيفه جدا. اما الكمامات القماشيه ودي اللي عليها خلافات طبيه كبيره جدا، فهي لا تحمي من نقل الفيروسات، هي تحمي من الاتربه وحبوب اللقاح لمرضى الحساسيه، ولكن لا تمنع انتقال الفيروس. ولكن عند الضروره اذا لم نجد الكمامات الجراحيه، اذا الجميع عممنا فكره الكمامه سواء كانت قماشيه وغيره، فرص انتشار العدوى ستقل. اذا ارتدى الجميع والتزم الجميع بالكمامه ايا كان نوعها سوف يقل انتشار العدوى بنسبه كبيره جدا. ولكن اذا فرد واحد ارتداها وبقيه المجموعه مش مرتديات اكنه لم يرتداها بالظبط. عشان كده انا بناشد ان الدوله لازم تفرض على هذا اجبارين، توفرها في المصالح الحكوميه وفي الاماكن العامه بايا كان سعرها، بس يجب ان يكون الزاميا. محطه المترو مش هركبهاش الا لما اكون لابس كمامه، المواصله العامه ما هركبهاش الا لما اكون مرتدي كمامه، المصلحه الحكوميه، المحل، المول، المركز التجاري، ايا كان اي مكان هيبقى فيه تجمع مضطرين نتعايش فيه لاجب ان يكون هناك كمامات، يجب ان يكون هناك وسائل النظافه مثل الميه والصابون باستمرار. اذا اتبعنا الاساليب دي صدقيني هو فكره الحظر ومنع الناس من النزول في ظل ظروف اقتصاديه احنا بننادي بيه، لكن في ظل الظروف الاقتصاديه دي ممكن مش هينفع يبقى في حظر، فالبديل فرض اجراءات اشد صرامه على الناس انها ارتداء الكمامه. هنزل هتعايش هشتغل يبقى لازم اكون مرتدي كمامه. طيب بالمناسبه دي شايف فعلا ازاي خطه وزاره الصحه للتعايش مع فيروس كورونا؟ هكلمك على ما يخص المستشفيات. احنا بجانا خطه ان هو اي مستشفى هيكون فيها ما يسمى وحده الفرز البصري والشفوي وقياس الحراره، ان اي مريض هيخش المستشفى بامراض معينه او امراض مختلفه هيتم فرزه اولا. لو شكينا في اعراض تنفسيه، اعراض حراره، ده هيتم اتجاهه في ممر خاص بيه لاتجاهه ان هو ممكن يكون اشتباه كورونا، عشان ما يعديش باقي المرضى، ما يعديش الطاقم الطبي، سيتم توجيه مسارات معينه للتعامل معاه. اما لو هو ما فيش حراره او امراض تنفسيه فده هيتعامل مع طاقم طبي مختلف تماما. فكره الحراره وارتداء على المصالح الحكوميه سيتم قياس الحراره لكل المترددين، سيتم عمليه فرز اولي لكل المترددين على اي منشاه حكوميه، سيتم ارتداء الكمامه للجميع، توفير وسائل النظافه للجميع اللي هي ما يسمى بالمرحله الاولى لنشر الوباء، ودي ستستمر اسبوعين ويعاد تقييمها اذا الحالات قلت، اللي هي هتمنع فيها التكدس. ارتداء الكمامه في جميع المصالح الحكوميه، محطات المترو لازم يلزم المحطات المترو بارتداء الكمامات، وسائل النظافه،
الفرز البصري والفرز الشفهي وقياس الحراره لجميع المتطرقين لاي منشاه حكوميه فيها تجمع. دي اسمها تاجيل الدراسه وتاجيل فكره فتح النوادي لحد ما هذا الوباء يتم القضاء عليه. دي اسمها المرحله الاولى اللي هي مرحله الاجراءات الاحترازيه المشدده. المرحله الثانيه اسمها مرحله الاجراءات الاحترازيه المتوسطه، ودي سيتم تخفيف الاجراءات قليلا ولكن سيتم فيها برضه ابتداء الكمال، ولكن سيسمح بتكدس متوسط في الاماكن الحكوميه والمولات مع برضه اجراءات الفرز البصري والحراري لجميع المتطرقين على المنشاه الحكوميه، ودي بتستمر حوالي 28 يوم. بعدها بيتم تقييم الوضع عالميا وداخليا. اذا منظمه الصحه العالميه اقرت بان الوباء بينحصر او حدته بتقل، وده ان شاء الله اللي احنا بنتوقعه لاي صوره وبائيه، يجب ان يكون لها كيرف بيرتفع فيه ثم كيرف الانتهاء ليه. لان الفيروس لما بينتقل من انسان لانسان بتقل قوته او قوته على الانتشار وقوته على الاصابه وقدرته على الفتح، ودي طبيعه اي فيروسات. ان هو لما بينتشر مني لشخص تاني لشخص تالت بيضعف تدريجيا لانه بيفقد جزء من بروتين او محتواه الجيني، وده يجعله اقل ضعفا. وده اللي احنا بنامله ان هو يحصل الفتره الجايه، ان الفيروس يضعف بالتدريج. طب لحد الفيروس ما يضعف احنا مستمرين على اجراءاتنا الاحترازيه تماما، ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي. مش عايزين نثقل على المنظومه الصحيه باعداد اصابات كبيره جدا ما نقدرش نعالجها. احنا لو فتحنا هنفتح بالتدريج بفكر التعايش بالاولويات، اني مكان اللي هيفتح الاول، اني منشاه حكوميه اللي فيها اولويه اللي هتفتح، والافتتاح ده هيتم باجراءات احترازيه معينه لمنع انتشار العدوى، وهيكون في كول سنتر ومواعيد قبلها علشان خاطر منع التكدس والازدحام ولاد الدوله تحاول تعمله. هيكون في تحول رقمي لمعظم الخدمات الحكوميه تقوم بمكانها لمنع التكدس. ده اتجاه الدوله من قبل كورونا، التحول الى كل ما هو مميكن ورقمي بحيث ما يبقاش في تكدس في المنشات الحكوميه. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور امجد الحداد رئيس مركز الحساسيه والمناعه بالمصل واللقاح، شكرا جزيلا لحضرتك. ومجددا تؤكد مصر دائما انها لا تنسى ابنائها المصريين في الخارج واللي يبدو رغبتهم في العوده لارض الوطن. المدن الجامعيه بجامعه مدينه السادات استقبلت عدد من المصريين علشان يقضوا فتره الحجر الصحي داخل المدن الجامعيه تحت عين ورعايه الدوله في ضوء سياسه مصر لاحتواء ازمه كورونا واتباع الاجراءات الاحترازيه والوقائيه للعائدين من الخارج وتوفير اماكن مناسبه للعزل الوقائي. وزي ما احنا شايفين كده في الفيديو اللي قدامنا قد ايه في اهتمام بكل الاجراءات الاحترازيه، سواء كان تعقيم حقائب السفر وتوفير المواد الغذائيه للمسافرين او القادمين طول مده الحجر الصحي. يعني مصر فعلا كبيره بافعالها وبرعايتها لكل مواطن مصري سواء كان داخل مصر او حتى خارجها. بمناسبة كلامنا عن كورونا، تعالوا نشوف هذا الفيديو جراف اللي بيتكلم عن كيفية الحماية ووقاية أنفسنا من الإصابة بالفيروس. Thank you.
ونروح لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب. قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية في شمال سيناء بناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء أسفرت عن مقتل 7 تكفيريين. خلونا نشوف هذا التقرير. استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أسفرت عن الآتي: مقتل 7 فرد تكفيري، تم القضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة وعثر بحوزته على بندقية آلية، بالإضافة إلى القضاء على 6 أفراد آخرين أثناء محاولتهم الهروب، وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية واستهدافهم داخل أحد الأوكار ومقتلهم جميعاً. ضبط عربة دفع رباعي وعدد 3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، اكتشاف وتفجير عدد 10 عبوات ناسفة، ضبط وتفجير عدد 4 حزام ناسف، ضبط عدد 3 بنادق آلية وبندقية قناصة و3 مسدس 9 ملي و21 خزنة وكمية من الذخائر مختلفة الأعيرة وعدد 12 تليفون محمول أنواع وعدد 4 جهاز لاسلكي و5 شدة ميدانية. هذا ويواصل أبطال القوات المسلحة تنفيذ مهامهم بكل عزيمة وإصرار لاقتلاع جذور الإرهاب والحفاظ على أمن وسلامة الوطن. معانا على التليفون اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. مساء الخير وأهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين، أهلا بيك فندم. أهلا بيك، قول لي إيه اللي توقفت أمامه في بيان القوات المسلحة وإلى أي مدى بيؤكد بسالة أبطالنا في التصدي للإرهاب؟ والله الحقيقة العملية دي فينا 3 نقط رئيسية من وجهة نظر إنها مهمة. أول نقطة إن الإمكانات اللي تم تدميرها تضمنت إن مجموعة متكاملة من الإمكانيات من أسلحة متنوعة، ذخائر متنوعة، عبوات ناسفة، أحزمة ناسفة، وأحزمة ناسفة يعني في نوايا لتنفيذ عمليات إرهابية من المجموعة دي. أجهزة اتصال، مهمات إعاشة وانتقال. فبالتالي هي في مجموعة متكاملة من الإمكانيات موجودة. النقطة الثانية إن هذه الإمكانيات اللي كانت موجودة مع البؤرة الإرهابية بهذا الشكل بتمكنهم من الإعاشة وتنفيذ عمليات إرهابية وزرع مواد ناسفة لا قدر الله، ومجموعة متنوعة من العمليات لا قدر الله لو كانت حصلت. النقطة الثالثة، العملية هي اعتمدت على معلومات دقيقة ومتكاملة، وبالتالي استهدفت البؤرة بالكامل أثناء تجمعها. الثلاث نقط دول بيبينوا ان هذه العملية عملية محترفة، وان المعلومات الاستخباراتية أساس في تنفيذ العمليات الاستباقية. دايما العمليات الاستباقية بتبقى مؤشر مهم جدا وجيد جدا في ان الارهاب بيتقلص وبيتم استهدافه قبل تنفيذ عمليات. طيب، البيان بيشير سيادة اللواء إلى أن العملية النوعية في شمال سيناء كانت بناء على معلومات استخباراتية. كلمنا أكتر عن المعلومات الاستباقية وقد إيه بتكون عنصر مهم فعلا في نجاح العمليات النوعية اللي بيقوم بيها أبطال القوات المسلحة. يعني هذا السؤال أنا بشكر حضرتك عليه. الحقيقة العملية الاستباقية دائما بتعتمد على معلومات استخباراتية. المعلومات الاستخباراتية ليها صفات مهمة، أهمها أنها معلومات مستمرة، يعني دايما الفلو بتاع المعلومات لا ينقطع اطلاقا. النقطه الثانيه في المعلومات الاستخباراتيه انها معلومات دقيقه جدا، فبتديني المكان بالاحداثي بعدد الارهابيين بامكانياتهم، بحتى الطرق اللي ممكن الاقتراب من هذه البؤره، هل فيها عبوات ناسفه وخلافه، عشان العمليه تتم بصوره ما فيش فيها خسائر. النقطه الثالثه في المعلومات انها معلومات متكامله، هل معاهم في اتصال بينهم وبين بؤر اخرى؟ هل الاسلحه اللي معاهم مداتها قد ايه؟ تكامل المعلومات دي مهم جدا عشان تبقى الصوره كامله للقوات وهي بتداهم هذه البؤره.
وبالتالي دول اهم 3 صفات في المعلومات الاستخباراتيه. وانا شايف ان طالما الصفات دي مكتمله ومجتمعه بهذا الشكل، باذن الحمد لله عندنا اجهزه مخابرات وجمع معلومات الحقيقه ممتازه بتمكن من القوات من تكامل الصوره وتقوم بهذه العمليات. فالحمد لله شايف ان عمليه الحقيقه امتداد للعمليات الاخرى اللي تمت، وان شاء الله باذن الله النصر ان شاء الله. الى اي مدى نقدر نقول سياده اللواء ان احنا اقتربنا من يعني تطهير سيناء بشكل كبير يعني من الارهاب؟ احنا الحقيقه احنا طهرناها تقريبا بشكل كبير جدا. وخليني اتكلم برضو بمؤشرات دايما. ما تلاقي نوعيه الاسلحه اللي موجوده معاهم، هتلاقي بندقيه، مسدس 9 مللي، عبوات نسفه بدائيه، دراجه ناريه، بنادق، حاجات زي كده، غير الاسلحه الثقيله اللي كانت قبل كده اللي هي اسلحه بتستخدم في جيوش. بص يا فندم، قبل بالظبط حضرتك تماما محقه تماما، قبل كده كنا بنلاقي ار بي جي وصواريخ مضاده للطائرات ومضاده للدبابات، وبنلاقي مراكز اتصال متكامله. دلوقتي ده هو معاه اجهزه لاسلكيه، فبالتالي من الاحزمه الناسفه تدل ان هو خلاص هو بيلفظ انفاسه الاخيره، وحتى عنده استعداد يعمل عمليه انتحاريه عشان بس يثبت وجوده. فالمؤشرات الموجوده من نوعيه الاسلحه والامكانيات اللي معاهم، وايضا ان العمليه السباقيه، يبين ان العمليات دي الحقيقه متفرقه، ومش عايزين ننسى ابدا ان احنا جزء من الاقليم المشتعل اللي مليان ارهاب. فده برضو انا بقول احنا بنكافح ارهاب في اقليم مشتعل مليء بالارهاب، ما احناش دوله في محيط الحقيقه يعيش في سلم وامن. طب اهميه محاربه الارهاب، صحيح مهم ان احنا نحاربه بشكل امني، ولكن اهميه محاربته ايضا بالتنميه يا سياده اللواء؟ البعد التنموي يمكن الحاله المصريه متفرده جدا في مكافحه الارهاب في ابعاده الثلاثه، البعد العسكري والامني اللي احنا شفناه، البعد التنموي. احنا يمكن الدوله يمكن الوحيده اللي بتعمل مشروعات تنميه في مناطق مكافحه الارهاب، يعني هنلاقي في سيناء في نفس المناطق هي بنلاقي في مشروعات تنميه، يمكن والتنميه فيها تنميه خاصه بالسكان، تجمعات بدويه وانشطه مختلفه و مشروعات استثماريه. يمكن سينا 600 مليار مرصود لها، اتصرف 300 وفاضل 300. البعد التنموي في منتهى الاهميه، والبعد الثالث اللي هو البعد الفكري ومحاربه التطرف في منتهى الاهميه، لان هو اللي بيغذي الارهاب. لكن موضوع التطرف بياخد الحقيقه وقت كبير جدا في المواجهه، ونتائجه ما بتظهرش بصوره سريعه جدا. انت بتتكلمي على فكره، وقد تكون هذه الفكره كامنه، والتطرف عبر الحدود ايضا. تمام، أنا بشكرك شكرا جزيلا ست لواء طيار دكتور هشام الحلبي، شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا ليك. النهارده كمان الدكتور مصطفى مدبولي تابع الجهود اللي قامت بيها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في التعامل مع شكاوى المواطنين من جميع المحافظات خلال شهر إبريل 2020. خلونا نتابع مع حضراتكم هذا الإنفوجراف.
وفي لفتة إنسانية سمحت وزارة الداخلية لخالد داوود بالخروج من السجن لحضور عزاء شقيقته، وكان خالد داوود المحبوس على ذمة إحدى القضايا قد قدم طلبا ليحضر عزاء شقيقته، ووافقت وزارة الداخلية على خروجه من السجن. دلوقتي هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل مع فقرتنا عن متغيرات الأمن القومي في زمن كورونا، وضيفي العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. استنونا. أهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي هنتكلم عن متغيرات الأمن القومي المصري في ظل زمن الكورونا، بعد ما أصبح المواطن وصحته جزء لا يتجزأ منه. إزاي نقدر نعزز وعي المواطن في هذا الشأن، وإيه السيناريوهات المطلوبة في مواجهة صناع الشائعات حول تداعيات أزمة كورونا؟ اسمحوا لي أرحب بضيفي العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. مساء الخير سيادة العميد. زي حضرتك. أهلا بيك. خلينا نبدأ الحقيقة، يعني قبل ما ندخل في تفاصيل موضوعنا النهارده، بس نبدا الاول بالبيان الخاص بالقوات المسلحه والعمليه النوعيه اللي قامت بيها او قام بيها ابطالنا في سيناء بناء على معلومات استخباراتيه. ايه اللي توقفت امامه في هذه العمليه وما اعلن عنه في البيان؟ يعني توقفت قدامه الحقيقه ان انا شايف ان هناك عمليه ربط ما بين اللي حصل النهارده وما بين التهديدات اللي كنا بنشهدها خلال الاسابيع الماضيه، واللي كان في البعض منها حادث بئر العبد وما تلاها من عمليات ملاحقة وعمليات أمنية مكثفة. أنا أظن أن النهاردة احنا كنا قدام حصاد لهذا الجهد اللي بوزل خلال الأسابيع الماضية. أما بيبقى في شغل على خلية جديدة ظهرت ونجحت في زرع عبوة أو غيره، ونجد هذا التكثيف وهذا الانخراط القوي من الأجهزة الأمنية ومن أجهزة القوات المسلحة، كل أجهزة المكافحة أيا كان انتمائها، يعني ده بيؤشر بقوة إلى أننا أمام يعني مجموعة من العمليات النوعية اللي بتقدر تستخلصها من هذه المعلومات اللي حضرتك أشرت إليها. بيبقى في تكثيف وجهد معلوماتي كبير، بيبقى في فحص المسارح العمليات لدقائق ما يمكن استخلاصه من الأدلة، ربط من تم القضاء عليهم اللي احنا عرفنا بعض من تفاصيلهم أو ربما ذكروا كأرقام، القضاء على كذا إرهابي، القضاء على تكفيريين قاموا بكذا أو محاولة للقبض عليهم ويحدث اشتباك نيراني فيتم القضاء على المجموعة. ربما احنا كمتابعين والإعلام والرأي العام ربما بيقف عند حد هذا الخبر ويظن أن العمل انتهى عند هذه النقطة. على الأرض الأمر بيبقى مختلف الحقيقة. على الأرض بيبقى فحص شامل لمسرح العمليات زي ما بنقول، استخلاص ولو ذرة من المعلومات، تبدأ الأجهزة تتحرك وراءها، الوصول الاستباقي، وحضرتك كنت بتذكري ده في الاتصال السابق مع سيادة اللواء هشام الحلبي حوالين أن المعلومات الاستباقية الحقيقة بتعد وفق كل الأعراف الأمنية هي ذروة النجاح الأمني والعملياتي. النهاردة القوات المسلحة كانت بصدد هذا النجاح المتميز الحقيقة، إنها توصل لخلية أولا في مكان بعيد جدا ربما عن مسرح العمليات اللي احنا شفناه، وإن كان نؤكد أن لها ارتباط وثيق بما شهدته بئر العبد، يعني بنتكلم على ما يقارب 80 إلى 100 كيلو فرق ما بين المكانين، لكن مسألة الجمع المعلوماتي الدقيق هو اللي بيضع القوات في المكان المناسب. الزمان المناسب هو أن تصل القوات إلى هذه المجموعة ويتم القضاء عليها أو القبض عليها أيا كان ظروف العملية وصلت لإيه، إنها تبقى قبل ما ترتكب عمليات إرهابية. كما ظهر في المقاطع المصورة احنا كنا قدام مجموعة من الأسلحة، قدام أجهزة إرسال، قدام أجهزة إرسال واتصال يعني نقصد، قدام ذخائر بحجم يعني أظن أنه كان بيعد لاستخدامه في قائمة من العمليات الإرهابية. الوصول بقى في اللحظة دي والمكان المجموعة، القضاء عليها أو القبض كما أشرنا،
قبل ما ينزلوا الى ارض الواقع ويبداوا في ارتكاب عمليات. هنا احنا بنتكلم على حمايه للمدنيين تم انفاذها بقوه القانون وبقوات انفاذ القانون في زمان مناسب جدا جدا وفي زمان متميز ان تكون هذه المجموعه أجهد تماما كل مخططاتها اللي كانت بترتبها ربما بطبيعة المكان اللي تم الإشارة ليه من في بيان القوات المسلحة إن كانت مدينة العريش كانت ستكون هي أعتقد المكان اللي كان بيتم التخطيط لتنفيذ عمليات فيه. تمام. طيب خلينا بقى نروح لموضوع آخر الحقيقة بيخلينا ننظر للأمن القومي بشكل مختلف، وهو موضوع انتشار فيروس كورونا بهذا الشكل السريع جدا، بهذا الشكل غير المسبوق في العالم كله. شايف إزاي أزمة كورونا وطريقة انتشاره إزاي ممكن تغير مفاهيم الأمن القومي مش بس عندنا ولكن بشكل عام؟ هي فعلا بدأت تغير، يعني الطرح اللي حضرتك بتقوليه هو طرح يعني أصبح النهاردة محل حديث وبحث على مستوى العالم كله فعلا. الأمر مش متعلق بمصر وحدها، مفاهيم الأمن القومي للدول النهاردة بدأ يدخل عليها كتير من المعطيات الجديدة المستحدثة اللي بدأت تتجاوب مع محاولة تأمين المواطن في ظل ظروف استثنائية زي الظروف اللي احنا بنواجهها. لأول مرة تكون هذه الظروف الاستثنائية عنوانها عنوان صحي تلمس صحة المواطن، وأظن دي على أهم أولويات الحياة بصفة عامة وأهم واجبات الدول ومقتضيات الأنظمة الحاكمة أنها تحافظ على أرواح مواطنيها وأنها تقدم لهم الرعاية الصحية الواجبة واللازمة في كل مراحل بقى، إذا كان إصابة بالعدوى أو حتى لو قبلها الاحتراز منها، إجراءات الوقاية، إجراءات الحد من انتشار العدوى. ثم لاحقا لو لا قدر الله بدأت الإصابات، خاصة ونحن بنتحدث عن أعداد مليونية على مستوى العالم، ما فيش دولة ما كسرتش حاجز رقم بالآلاف، فإحنا كده قدام أعداد كبيرة، وأعداد الكبيرة دي تمثل عامل ضغط كبير جدا على المنظومات الصحية. هنا بقى بعد أسابيع قليلة الحقيقة بدأت الأمور تتكشف حوالين إن هناك تغيرات عميقة ستحدث في مفاهيم الأمن القومي. التأمين الصحي النهاردة للمواطنين أصبح عنصر رئيسي، كان ربما في مرحلة يعني في مكان متأخر إلى حد ما فيما سبق، كنا بنتحدث عن إرهاب، عن تهديد مسلح، عن غزو للجيوش. لا النهاردة طب حلوة الجزئية دي توضح لنا فعلا أكتر، يعني فكرة الأمن الصحي وإزاي أصبح دلوقتي أحد أهم، ارتفع يعني درجته قوي عشان يصبح أحد أهم أعمدة الأمن القومي للدول. لأن النهاردة لو إحنا بنتحدث عن مكافحة الإرهاب أو مجابهته أو ضمان حتى الحفاظ على سير العمل داخل الدول، إحنا محتاجين مواطنين أصحاء، محتاجين مجتمعات غير مريضة، محتاجين أماكن بيئة صحية من الممكن أن يتم العمل فيها من أجل الحفاظ على الدخل القومي للدول، لقمة العيش للمواطن، الحياة الكريمة للمجتمعات. الحياة الكريمة دي اللي هي على الأقل فيها يعني دخل ثابت يعين الأسر على قضاء احتياجاتها الطبيعية. احنا هنا محتاجين ان احنا او ما دخل حديثا على هذا المفهوم هو ان يكون هذه المجتمعات وهذه الافراد اللي هم بيكونوا الدولة في النهاية ان يكون عندهم القدر الكبير او الملائم او المقبول او المعقول، كل واحد في درجته، من التأمين الصحي او من الخدمة الصحية المقدمة اليهم. ايضا تاني هعود وهاخد من بدايات حضرتك في الفقرات السابقه، وحضرتك بتتكلمي على البيئه العامه للحركه ما بين المواطنين في اماكن قضاء احتياجاتهم اليوميه المتوقعه. لو كنا بنتكلم في وسائل النقل العام، في البنوك، في المصالح الحكوميه، في المتاجر، في غيره، التوفير الضوابط والاحترازات ووسائل الوقاية للمواطنين النهاردة في هذه الأماكن هي
ربما هي وحدات صغيرة لكن بجانب بعضها البعض تشكل حالة كبيرة جدا من الحفاظ على الأمن القومي للدولة. الدولة لو تعطل فيها سير هذه المنظومة جميعا ستصبح في مأزق ربما يفوق مأزق الحالة الصحية. يعني نأمن أنفسنا ونؤمن أماكننا ومجتمعنا في وحداته الصغيرة بجوار بعضها البعض تشكل حالة حماية كبيرة. هو ده اللي الدول النهاردة بتبذل جهد كبير جدا واكتشفت أنها لابد أن يبذل جهود. إحنا هنا محتاجين تمويل، إحنا هنا محتاجين بنية صحية ومؤسسية، يعني المستشفيات والعيادات والأطقم الطبية. هنا بنتكلم على بذكر الأطقم الطبية عن كوادر مؤهلة لأنها تتعامل مع مثل هكذا أعداد كبيرة من الممكن أنها تتدفق عليها من أجل توفير الخدمة الصحية ليها. والمرحلة الأخيرة هي الأدوية والعلاج والأجهزة الطبية، إن لابد من توفير هذه الأدوات بصورة كافية وبصورة كاملة تقدر تستوعب المتغيرات الجديدة اللي احنا اتكلمنا عنها في البداية، وهي ان احنا قدام أزمة صحية يعني مصابيها تعدوا أرقام الألاف. يعني انا عايز بنية صحية متطورة للغاية موجودة في كل مكان. المقطع المصور اللي كان موجود منذ دقائق واللي كان يعني بيشير وبيوضح جهود الدولة في استقبال مواطنيها العائدين من الخارج، توفير أماكن للحجر الصحي، شايفين الدكاترة والأطباء والأمن ووسائل النقل، يعني في خدمات لوجستية كتير جدا لمجرد ان احنا بنقدم خدمة لمواطنينا. دي معادلات في صلب الحفاظ وتدعيم الأمن القومي للدولة. وإحنا بنتكلم على مجموعة من العالقين في الخارج بنرجعهم، دولة بتبذل جهود متميزة جدا في إرجاعهم إلى أرض الوطن، وفي نفس الوقت بتقوم بتأمينهم بالصورة اللي إحنا شاهدنا بعض من اللقطات اللي بتقدم وما لم يظهر في الشاشة، إن لمدة 15 يوما على الأقل بيتم تقديم مجهودات وخدمات كبيرة جدا وإنفاق أموال كبيرة جدا جدا من قبل الدولة من أجل أن دول يخرجوا من الحجر الصحي بصورة جيدة في حالة صحية متميزة وخلافه. سلوكيات المواطنين هنا أهميتها إيه؟ يعني هل الدور فقط على الدول والحكومات في الحفاظ على الأمن القومي فيما يخص الجزئية الصحية، ولا سلوكيات المواطنين هنا كمان ليها دور؟ لا، أنا أتوقع طبعا أن إحنا وإحنا بنتكلم على معادلة على هذا الامتداد يبقى المواطن حاضر بقوة. مش ممكن نكون بنتكلم على كل هذه الجهود اللي تبذل والحلقة المستهدفة وهو المواطن الحلقة الرئيسية في هذه المعادلة غير مشارك أو سلبي. بالظبط بالظبط. يعني أنت يعني لو أنت عايز تربك كل المعادلة دي الحقيقة يبقى أنت كده بتأذي مش بس نفسك، انت بتأذي مجتمعك، بتأذي أسرتك، بتأذي وطنك بشكل كامل. الدولة بتسير وفق خطة شاملة من الواضح النهاردة، ما احناش يعني بعد شهور أو أسابيع طويلة جدا من المتابعة أظن ما احناش شاكين على الإطلاق في حجم الجهود وملامح الخطة اللي احنا عايشين آلياتها وبنشوف ملامحها كل يوم. احنا اتكلمنا دلوقتي على تفصيلة صغيرة مما تقوم به الخطة الحكومية وهو استعادة المصريين العالقين في الخارج، لكن المنظومة دي كلها من غير مواطن واعي، من غير مواطن مشارك حريص ملتزم جدا. احنا بنسمع عن كتير جدا من النماذج على المستوى الدولي. النهاردة العالم كله بيشيد بتجربة ألمانيا، كان المواطنين على درجة عالية جدا من الانضباط والمشاركة والمساهمة الإيجابية جدا في كسر حلقة الانتشار العدوى اللي كانت موجودة هناك، وأرقام يعني ربنا يحمي مصر كانت تفوق مصر بكثير جدا جدا. لكن شفنا قد إيه إن المواطن وجد إن هو إن لم يقف بدور فاعل صف واحد مع مؤسسات دولته لم يكن سينجح في كسر هذه الحلقة أو حماية دولته وحماية مجتمعه والقدرة بقى على استرداد الحياة الطبيعية كما نتابع خلال الأيام الماضية. إن لا، ألمانيا راجعة بقى بتعمل عمليات
فتح جزئي، بتعمل استعادة لبعض الأنشطة، بيعود التعليم، بيعود النشاط الترفيهي الجزئي للمواطنين، ان هم ممكن يترددوا على الحدائق، على غيره من المتنزهات، على قضاء حوائجهم الأساسية والمحلات والبضائع والمشتريات وغيره. فالنهاردة اللي يساعد ويوصل الخطة الحكومية والمؤسسية في أي دولة، ومصر هنا احنا بنتكلم على اللي ينجح الخطة دي، هي مواطن واعي، مواطن ملتزم، مواطن مدرك تمام الإدراك إن ما يجري حوله في الدولة كلها هو لخدمته شخصيا، وهو لابد إنه يكون جندي جنب جيش مصر الأبيض وجيش مصر الكاكي وجيش مصر المؤسسي الحكومي. الأمر بيبذل فيه مجهودات ضخمة جدا، احنا بنشوفها يعني بنتابعها يوميا. إذا المواطن لست بعيدا على الإطلاق عن هذه المعادلة، بل أنت شريك رئيسي في هذا، في هذه الحرب أو في هذه الجهود الكبيرة جدا جدا من أجل حمايتنا جميعا من هذا الوباء. عادة سيادة العميد، لما بيبقى في تهديد للأمن القومي لأي دولة، بيبقى الدولة دي عندها آليات مختلفة لمواجهة هذا الخطر. يعني الآليات دي إما تكون آليات سياسية ودبلوماسية، أو تكون قدرات عسكرية، أو تكون موارد اقتصادية. لكن الحقيقة لأول مرة بيواجه العالم خطر ولا آلية من هذه الآليات قادرة على أن تصد هذا الوباء أو هذا الخطر بشكل كامل أو بشكل حتى شبه كامل عن شعوبها. صحيح. ده مفهومه إيه فيما يخص الأمن القومي للدول والعالم؟ ولأي مدى ده تحدي كبير بيواجه البشرية كلها؟ طبعا هو بتفق مع حضرتك، هو تحدي كبير، وهو تحدي كبير علشان الصورة اللي حضرتك ذكرتيها، وهي صورة صحيحة، بينظر ليه أنه هو تهديد غير تقليدي. صح. وتهديد غير استثنائي وغير مسبوق. غير تقليدي يعني عايز آليات غير تقليدية، غير تقليدي يعني عايز ابتكار ومرونة طوال الوقت، وشيء بنواجهه لأول مرة. لأول مرة، فأنت يعني كده بتخططي على أشياء لم تجابهيها من صحيح. قبل ما عندكش كتالوج او تجربه ماشي بالزبط. عليها، فممكن ان انت تقتبسها وتشتغل. والاتساع العالمي اللي احنا بنتكلم عنه، يعني حتى الاستعانه بتجارب الاخرين الحقيقه مش موجوده. لا، ده كل دوله النهارده اصبحت لديها تجربتها الوطنيه الخاصه بيها، وكل مجتمع بظروفه الاستثنائية وبظروف حياته الخاصة، إن كان عدد السكان، إن كان طبيعة المدن، القرى، غيره من الاستراكشر العام بتاع الدولة. الحقيقة كل دولة بتسير بخطوات ربما تقتبس من الآخرين بعض من الإشارات، لكن في النهاية الأمر يحتاج إلى جهود استثنائية، كما نصف التهديد بأنه تهديد استثنائي. مسألة المرونة، وإحنا بنتكلم هنا عن ناس بتصدر قرارات، وده الحقيقة عبء كبير جدا على كاهل الحكومة وعلى مؤسسات الدولة وربما على النظام السياسي. الحقيقة يعني ربنا يكون في عونه في هذه الظروف الاستثنائية، إنه زي ما بنقول بيشتغل وبيخطط وهو على الهواء مباشرة أثناء العمل. يعني مفيش فرصة للتحضير، مفيش فرصة لدراسة حالة ثم استخلاص نتائج وبعد كده أعمل خطة مجابهة. لا، ده احنا بنعمل خطة مجابهة والأعداد نتابعها على مدار الساعة أو على مدار اليوم على أقصى تقدير. يعني احنا هنا قدام مخططين ومنفذين لاستراتيجيات هذا التخطيط، لابد ان هم يكونوا على درجة عالية جدا من الوعي، من الإلمام والإدراك بكافة المعلومات ومدخلات هذه الأزمة اللي موجودة، وان احنا طول الوقت يبقى عندنا مخارج او مسارات احنا شايفين ان هي الأأمن للمواطن. واحنا بنتكلم النهاردة على الإجراءات الاحترازية من الكمامات ومن القفازات ومن التعقيم والتطهير وغيره، هو ده نموذج من النماذج اللي بنتكلم عليه علشان نقرب بس الأمر لذهنية الرأي العام، ان الحاح الدولة ومؤسساتها على التزامنا
بهذه الضوابط هي خطوة في اتجاه ان احنا ان كنا نريد ان نستعيد حياتنا الطبيعية بشكل جزئي او بصورة متدرجة كما تم الاعلان عنه، يبقى لابد ان احنا نكون بننفذ هذه التعليمات وهذه القرارات الانضباطية والاحترازية بمنتهى الالتزام وبمنتهى القوة عشان تنقلنا بسرعة للمراحل القادمة او الخطوات اللي هي تجعلنا نستعيد حياتنا بصورة سريعة. حياتنا دي داخل فيها دخلنا الشخصي، داخل فيها الدخل العام للدولة، الدخل العام للدولة ده ينسحب على قدرة الدولة في تقديم الخدمات المتعددة والمتنوعة، وحجم الإنفاق الإضافي اللي أصبح النهاردة موجود على كاهل وعاتق الحكومة إنها إزاي تكون قادرة إنها تستجيب ليه وإنها تطلع بما استجد من مسائل علاجات ومستشفيات وأجهزة طبية وغيره. حضرتك كنت بتذكري من دقايق ان العالم كله، فانا بالاساس انا الاقتصاد بتاعي مبني على شراكات مع العالم كله. طب لو كان العالم كله النهارده هو الاخر، انت مش بمعزل عن العالم بالظبط. يعني اما كنا بنتكلم على نسب لنمو النمو الاجمالي لمصر بنسب متميزه جدا، كانت محل اشاده من كل مؤسسات العالميه والتصنيف الدولي الائتماني وصندوق النقد وبرنامج الاصلاح العملاق والطموح اللي كانت مصر منخرطه فيه بقالها سنوات، ده كان مبني على شغل بالداخل قوي جدا ومبني على نجاح لشراكات كنا عاملينها مع كتير جدا من دول العالم. النهاردة دول العالم اللي احنا كنا عاملين معها شراكات هي بالأساس مأزومة ومتباطئة، فأنا هنا محتاج إلى أفكار جديدة خلاقة وجهد أكتر وإضافي أنا بعمله هنا داخل الدولة عشان أقدر أوفر لنفسي ربما توطين الاحتياجات بصورة كاملة، والاعتماد على النفس والاعتماد على الإمكانيات الذاتية من أول الطعام، من أول الصناعة، من أول المنتجات، من كل ما أتوقعه إن إحنا نكون محتاجينه الفترة الجاية. تمام. يعني قبل ما وقتنا ينتهي، معلش إحنا اتكلمنا عن كورونا ولكن في جزئية مهمة إن حضرتك موجود معنا تعلق عليها، وهي الجزئية الخاصة بالتدخل التركي السافر المستمر في الشأن الليبي، في شؤون الدول طبعا العربية ولكن أيضا في هذه الجزئية في الشأن الليبي، والطلب اللي قدمته إحدى شركات بترول، اعتقد تباو اسمها شركه بترول تركيه لليبيا، للتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط. شايف ازاي الطلب ده وتوقيته كمان؟ للاسف انه مش بعيد عن كورونا اللي احنا بنتحدث عنه. دوله لديها الدوافع الاستعماريه والدوافع التدخلات والانتهاك لقوانين الدول وغيره من مساوئ الخطط التركية اللي احنا بنواجهها على مختلف الأصعدة والأماكن. تركيا كانت الدولة الوحيدة ربما على مستوى العالم اللي حاولت انها تستغل انشغال العالم ومؤسسات الدولية بمجابهة جائحة كورونا في ان هي تعزز من مواقفها ومن مواقعها ومن مكتسباتها على مجموعة من الملفات، منها او على رأسها الملف الليبي. انا شايف الحقيقة ان تركيا بتحاول تستغل هذا الانشغال بانها تفرض امر واقع على الارض من خلال اتفاقية لم يعترف بها احد لا في الداخل الليبي ولا على مستوى المجتمع الدولي، وهي اتفاقية التعاون او ترسيم الحدود المزعوم ما بين تركيا وما بين حكومة الوفاق. بتحاول النهاردة انها تستغل هذه الاتفاقية غير المعترف بها بالاساس بانها تعمل لها أرضية أو تكتسب بها أرض على أرض الواقع بأنها تقدم طلبات للتنقيب حتى تضمن لها موطئ قدم، فتعقد بذلك التسويات السياسية اللي الدول كلها كانت منخرطة فيها قبيل أسابيع من كورونا. وأنا هنا بتحدث عن مؤتمر برلين، كان مؤتمر برلين وكانت مصر حضراء، قيادة السياسية المصرية كانت حاضرة في هذا المؤتمر وكان المجتمع الدولي كله ممثل في هذا المؤتمر، وجرى الاتفاق فيه على منظومة معقولة ومقبولة من أجل تخفيف حدة التوتر والوصول بليبيا إلى مسار تسوية. تركيا للأسف الشديد كما اعتدنا عليها لازالت تراهن على المرتزقة، على دعم الإرهاب، على اختراق وانتهاك سيادة الدول بتواجدها في الداخل الليبي وتأجيج الصراع فيه، على أن تناكف وتزاحم دول شرق المتوسط في ثرواتهم الوطنية من خلال هذا الإجراء الأخير.
انا بشكرك شكرا جزيلا سيادة العميد خالد عكاشة، شرفتنا ونورتنا ودايما نسعد بحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا شكرا. لحضرتك العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وخليكم دائما مع اكسترا نيوز. الى اللقاء.